اليوم تم زيارة قضاء الطارمية كلجنة خدمات وأعمار نيابية رئيس وأعضاء لمتابعة مشروع مجاري الطارمية. هذا المشروع المتلكئ اللي صار له تقريبا أكثر من 14 عام. اليوم تم زيارة بلدية الطارمية وكذلك مقامية الطارمية في سبيل وضع حلول جذرية لهذا المشروع المتلكئ. طبعا هذا المشروع لاحظنا تخبط بالتخطيط، إضافة إلى ذلك يوجد تعارضات كثيرة، إضافة إلى طبعا تقصير متعمد يعني لاحظناه من قبل كل الدوائر الخدمية وخاصة شركة الفارس اللي هي تعتبر الشركة اللي مستلمة هذا المشروع. إن شاء الله طبعا حلينا أمور كثيرة بخصوص هذا المشروع، وطبعا كجهة رقابية انطيناهم مجال منا الى تقريبا شهر، بعدها سيتم استضافتهم الى لجنه الخدمات والاعمار النيابيه لوضع لعمل اجتماع لكافه الدوائر الحكوميه في سبيل انه نضع الحلول الجذريه وكذلك متابعه اللي اتفقنا عليه اليوم. ان شاء الله مشروع مجاري الطارميه سيتم خلال الاشهر القريبه القادمه حل للمشروع الطارمية، وهذا أقل شيء نقدمه لأهالي الطارمية أهلنا وجمهورنا الكريم. طبعا هذه مو منا وإنما هذا واجبنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، بس مجرد أنه نطلب من أهالي الطارمية الصبر ويعني التعاون مع الشركات المنفذة في سبيل أنه المشروع يكون يعني مشروع سلس، وإضافة إلى ذلك يتم الجهات التنفيذية حتى تكمل المشروع قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.